نحن في مدينة الشيخ شخبوط الطبية سعيدين بكون المستشفى الأول ضمن مبادرة مركز أبوظبي للغة العربية، وهذه المبادرة نحن نشوفها بتثري تجربة المرضى اللي تهمنا بشكل كبير، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقراءة بشكل عام والتشجيع على القراءة باللغة العربية بشكل خاص. أتمنى إن شاء الله تكون هذه المبادرة بداية لمبادرات أخرى وشراكات أخرى مع المركز ومع جهات مختصة أخرى. هذه المبادرة طبعا بتشجع كثير من الزوار والموظفين والمرضى اللي يتوافدون على المدينة بشكل مستمر في القراءة، وبتسمح أيضا للمستشفى يكون كمنصة أخرى من منصات مركز أبوظبي للغة العربية لنشر الوعي بالقراءة بشكل عام وبقراءة اللغة العربية بشكل خاص. مبادرة القراءة في المواقع الحيوية التي وقعها مركز أبوظبي للغة العربية مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الهدف منها تعزيز القراءة في المجتمع، تكريس القراءة كسلوك حقيقة في هذا المجتمع، وأيضا الاعتبار الكتاب حاضر بقوة في كل الأوقات أمام مختلف شرائح المجتمع. فأيضا تهدف هذه المبادرة إلى توفير الكتاب، سواء الكتاب الورقي أو سواء الكتاب الإلكتروني أو الصوتي، لمختلف مرتادي المستشفى من جمهور، من مرضى، من أطباء. أيضا هناك برنامج متكامل سينظم من قبل نادي كلمة للقراءة، عبارة عن جلسات قراءة، إشراك حقيقة هذا الحضور في جلسات القراءة والتعرف أكثر على الكتاب. هذه الكتب أيضا يتم حقيقة تزويد هذه المكتبات ومراجعتها بشكل دوري، الهدف أنك أيضا تتعرف أكثر من خلال الاستبيانات على شرائح القراء، نوعية الكتب التي يفضلها هؤلاء القراء، كذلك أيضا تزويدهم بأحدث الكتب في هذا الجانب. فهي عملية متكاملة، الهدف منها تشجيع القراءة، الهدف منها تعزيز حضور الكتاب العربي حقيقة عند مختلف الشرائح، أتحدث عن الشباب، أتحدث عن مختلف شرائح المجتمع.